طبعا ما كتبته لمصر هو ما استمعنا اليه في بدايه الجزء الاول من الفقره اللي بدأنا نعم. انا حضرتك الفيديو ده فيديو نادر ويعني انا كل ما اشوف الفيديو ده يعني استمتع بيه جدا لانه مرحله مبكره من من حياتها يعني ده مثلا أظنه في خواتيم السبعينات ولا كان لسه والدها موجود وكان نعم. ابيض واسود الفيديو وهي بعينها نبره الصدق هي بعينها نبرة الإنسانية والحنان والإنسانية واللطف والصدق رنة الصدق الموجودة في كلامها فهذا شأنها منذ أن وعت الدنيا م. المشهد اللي هي بتشوفه لستنا السيدة نفيس لما تقولها عودي جنبي هنا وتديها الكتب وتأمرها أنها تقرأ فتلاقي أن ربنا في المنام اداها الطلاقة في أن تقرأ القرآن وتفسره هي دي نفحة من عند ربنا م. أذكر حضرتك من المنامات المشهورة ليها آه اللي على نفس هذا النسق واللي فيه برضه شيء آه علوي شافت آه الجناب النبوي الشريف في المنام وهو بيقول لها قولي العمر لا تذبح الأسرى قولي العمر لا تذبح لا تذبح, لا تذبح الأسرى فلما استيقظت يا رب دا دا, دا 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 سيدنا النبي قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي دي رؤية صادقة لا يستطيع الشيطان أن يعبث بمنام فيه الجناب النبوي <applause> بس قل لعمر لا تذبح الأسرى عمر عمر بن الخطاب يبقى الخليفة أمير المؤمنين يبقى دي رسالة لرئيس الدولة هي كانت بتقول طب أنا حوصل لرئيس الدولة برلاغوا الرسالة دي إزاي ولا فكلمت الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة الله يرحمه رحمة واسعة كان عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر وكان نائب رئيس جامعة الأزهر أول ما اتصل اتكلمت سيدنا الشيخ الشعراوي يا مولانا أنا شفت في الرؤية كذا كذا فدي تفسيرها إيه ونفهمها إزاي قال لها مين اقرب عمر انت تعاملتي معاه؟ قالت له يا مولانا تعاملت مع ناس كتير قال لها لا هو عمر هاشم احمد عمر هاشم مم. يبقى دي رساله موجهه لاحمد عمر هاشم شوفي تكلميه وتقولي له النص ده هو هيفهمه. فكده المفهوم تغير يعني آه. كده الرساله راحت في مسار تاني خالص كلمت الاستاذ دكتور طه ابو كريشه يا مولانا أنا شفت كذا والشيخ الشعراوي فسرها بكذا وأنا ما فيش اتصال مباشر بيني وبين الدكتور أحمد عمر هاشم لأنني كانت تقول أنا عمري ما قرعت باب أحد ولا أطلب شيء من أحد أبداً. فبلغه فقال لها حاضر بس ده أنت لازم تقولي له بنفسك اللي الرؤية دي. آه تم التواصل وقالت له الرؤية أول ما قالت له الكلمتين دول قال وجبت وأنا فهمت المقصود بكرة عندنا مجلس جامعة ومعروض علينا عدد كبير من الباحثين اللي متاخرين في البحث او في قصور عندهم وكنا متوجهين ان احنا ناخد قرار بفصلهم جميعا الله فيا عمر لا تذبح الاثر يعني ترفق بالاولاد اللي بيدرسوا الله. لو في قصور عندهم ادوهم فرصه يخليهم يتعلموا ما تاخدش القرار انك انت تفصلهم ويبقى يعني ضاع مستقبلهم فاتفسرت الرؤيه وحتى قبيل وفاه استاذتنا الدكتوره عبله دكتور احمد عمر هاشم من ضمن من اتصلوا بها وعلشان يطمن عليها وفكرها بالرؤية م. قال لها ما, ما, يعني اللي يشوف الرؤية دي لا يضام شد حيلك وما تخافيش من المرض وكذا الحال الصادق اللي أنا بقول لسيادتك عليه ده لا يمكن أن يتأتى إلا لإنسان فعلا امتلأ بالصدق مش مجرد صدق اللسان أنه تعود يقول الصدق في الكلام الصدق في اللسان وفي الحال وفي الباطن وفي المعاملة مع المولى فهي شعرها الصدق الحقيقه والله يا شيخ أسامة كمان شعرها الصدق والرحمة لأنه نعم. ديننا دين رحمة نعم بلا شك نعم. والحقيقة كان في عدد من